سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من فلسطين، حيث قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن الحركة رفضت طلبا من الإدارة الأمريكية لإجراء حوار بشأن صفقة القرن، وشدد العاروري على التزام حماس بالتفاهمات الفلسطينية التي تم التوصل إليها في اسطنبول والبناء عليها وعدم التراجع عنها، وأكد أن دولا عربية أوقفت المساعدات عن السلطة الفلسطينية لمنع مشروع الوحدة الفلسطينية، كاشفا النقاب عن رسائل أمريكية حملتها دول عربية لحركة فتح لمنعها من التقارب مع حركة حماس. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول السيد محمود المرداوي القيادي في حركة حماس. أرحب بك سيد محمود، بداية متى حصلت هذه الدعوة الأمريكية، وهل كانت بشكل مباشر أم عبر وسطاء؟ نعم، تحية لك ومشاهدين مشاهدي الحوار. لا شك أن هذا الطلب تكرر عدة مرات، ولكن بشكل واضح وصريح جاء قبل يعني عدة أشهر عبر دولة عربية كما ذكر نائب رئيس الحركة، وجاء على طريق يعني وزير خارجية تلك الدولة بشكل واضح وصريح، حتى يعني الدعوة تضمنت إغراءات كبيرة، بحيث أن يعني الطرف الأمريكي كان معني فتح قناة للحوار، والشخصية التي يعني طلبت بشكل مباشر كوفنير يعني الذي يتولى ملف الشرق الأوسط والرجل القوي سهره لترامب. من هي الدولة العربية إذا كان ممكن معرفتها؟ الدولة العربية يعني لم تخول الحركة يعني التعريف بها، فبالتالي لا يمكن أن تذكر، لكن وزير خارجية تلك الدولة إذا حبت أن تعلن ذلك فلها يعني، ولا يدير حركة حماس، لكن نحن لا يعني نستطيع فعل ذلك. هل هي خليجية؟ دولة عربية بلا شك لها علاقة مباشرة مع أمريكا، وبشكل دائم يعني تتدخل في ملفات ذات صلة حساسة في الشرق الأوسط. طيب، لماذا رفضتم الحوار مع الولايات المتحدة؟ من حيث المبدأ نرفض الحوار أو التواصل بأي شكل من الأشكال إلا عن طريق وسيط مع العدو الصهيوني، ومن دون ذلك لا يوجد فيتو على أي حوار مع أي دولة، لكن قبل الحوار يطرح السؤال لماذا وماذا ستكسب القضية الوطنية الفلسطينية، ثم ما الذي سيعود على حركة حماس؟ يعني في المرات العديدة وبالذات عندما جاء الطلب من شخصية بارزة في الإدارة الأمريكية وعبر وزير خارجية عرب دولة عربية، لم يستغرق الحوار والنقاش بضع دقائق، لأن يعني النتيجة معروفة والهوة شاسعة، ولا يمكن كذلك تجاوز أمور تضر بالأمن القومي الفلسطيني. الهدف من الاتصال واضح، ليس حلحلة أو خدمة القضية أو الإعانة في إعادة واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، إنما يعني زيادة الشرخ وتجاوز القيادة الفلسطينية. فبالتالي لا يمكن لحركة حماس في ظل الضغط الذي يمارس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل الإدارة أن تفتح قناة حوار، وسقف الرئيس السياسي والذي يتبنى مقررات المجتمع الدولي ترفض، بل بالعكس كل الخطوات الأمريكية في السنوات الأخيرة يعني تجاوزت القانون الدولي من خلال يعني التماهي مع ما يطلبه. ولكن سيد محمود، ألم يكن من مصلحة الحركة وأيضا المصلحة الوطنية الذهاب إلى هذا الحوار ووضع شروط الحركة والشروط الفلسطينية عموما
على الطاولة أمام الأمريكان، لماذا تضيع هذه الفرصة كما يرى البعض؟ لا يمكن أن تشكل وتمثل فرصة طالما أن الشروط التي ستوضع لن تحقق والشرخ الداخلي الفلسطيني سيتم. الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى لو لم تكن في إطار صرح نظام سياسي موحد لا يمكن الاستهانة بها وستكلف الشعب الفلسطيني. ثم هذه الشروط التي من السهل طرحها وهي يعني معروفة لكل فلسطيني يعني بشكل فردي وحزبي جماعي، كم من هذه الشروط تستطيع الإدارة الأمريكية أن تلبي للفلسطينيين حتى يذهبوا إلى حوار من هالنوع وهو أغلق ووصل لفريق مسدود مع الرئيس الفلسطيني؟ طيب السيد العروري تحدث عن أن دولا عربية نقلت لحركة فتح استياء واشنطن من الحوار الوطني الفلسطيني بين الفصائل، من هي هذه الدول التي نقلت هذا الاستياء ولماذا تستاء واشنطن من الحوار الفلسطيني؟ نعم بدون شك الحوار الوطني الفلسطيني إذا يعني ما تكلل بالنجاح وانضوى كل الفلسطينيين تحت سقف منظمة التحرير سيكون قوة دفع مادية ومعنوية للشعب الفلسطيني، ثم يتم توحيد الموقف السياسي والنضالي على الأرض ويصبح ممثل الشعب الفلسطيني في كل المحافل على كل المستويات واحد والخطاب واحد، فبالتالي هذا يرهب الإدارة الأمريكية وكذلك يضع العدو الصهيوني وكل الدول التي تماهت معه وفي الآونة الأخيرة أمام اختبار صعب. الدول التي قامت وهي عديدة للأسف الشديد، الأخوة فتح أحرار إذا أرادوا أن يتحدثوا عن هذا الأمر، لكن كل المراقبين لا يعني يحتاجوا لذكاء كبير حتى يصلوا لنتيجة أن الضغط كان هائلا، ولربما يستطيعون تحديد هذه الدول بسهولة إذا تمعنوا في المشهد وإيقاع الأحداث في الأسبوعين الماضيين. لطالما سيد محمود لطالما تحدث مسؤولون فلسطينيون وفصائل وقادة في الفصائل الفلسطينية عن أنه استمرار هذا الانقسام يخدم إسرائيل والولايات المتحدة، إذن لماذا استمرت الفصائل الفلسطينية كل هذه السنوات بهذا الانقسام؟ ألم تكن تخدم الأجندة الإسرائيلية والأمريكية أيضا؟ نعم الانقسام يخدم الأهداف الإسرائيلية وهذا واضح، لا يمكن لفلسطيني أن ينكر أن الاحتلال حقق أهدافه على الأرض والفلسطينيين في الآونة الأخيرة بعد 2005 لم يستطيعوا تحقيق أي إنجاز، بل بالعكس كل الملفات تراجعت لدى الفلسطينيين وبالتالي لا يمكن لفلسطيني أن يتنصل من المسؤولية. نعم الفصائل تتحمل مسؤولية الانقسام وهذا الانقسام خدم الاحتلال وشجع الأمريكان وتضرع به الدول التي طبعت تقول أن الفلسطينيين انقسموا فبالتالي هم يعني فتحوا الأبواب، هذا عذر غير مقبول بالتأكيد، وهم كانوا يقيمون علاقات من تحت الطاولة من فترة بعيدة لكن تضرعوا بذلك، لذلك الفلسطينيين يتحملون ولا سيما الفصائل الأكثر حضورا مسؤولية هذا الانقسام. الآن يوجد مفاوضات حقيقية وجدية ووصلت إلى يعني نقاط مهمة جدا وتحتاج إلى تعميق فهم وثقة وضمان، يعني مسألة إجرائية لكنها مهمة جدا، ثم ثقة الجمهور الفلسطيني، مسألة يعني لا يستهان بها، لا نستطيع أن نسير بدفع قوي ويعني مؤثر على العدو وصاد لكل التدخلات الخارجية ما لم يكون الشعب الفلسطيني ملتفا التفافا محكما كان بقيادته مستجيبا لإرادته. طيب أخيرا وباختصار لو سمحت سيد محمود، ما هو الثمن الذي تتوقع حركة حماس أن تدفعه سواء إقليميا أو دوليا على رفضها هذا الحوار مع واشنطن؟ حركة حماس منذ يعني البداية وإذا ما استعدنا في 96 عندما اجتمع العالم كله في كرم
الشيخ وطلب حركة حماس بوقف الكفاح المسلح. ردت حركة حماس ما ترونه أصدق مما تسمعونه، واستمرت بتنفيذ العمليات ونفذت عمليات. وحركة حماس 2000 وحركة حماس 96، حركة حماس 2010، وحركة حماس 2020 هي حركة حماس لن تخضع، لن تستجيب، فقط تتنازل داخليا من أجل بناء الصرح الوطني الفلسطيني حتى نتقوى ونتصدى لكل الأعداء الذين يلوحون ويهددون الشعب الفلسطيني وقضيته. أشكرك جزيلا سيد محمود المرداوي القيادي في حركة حماس، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول.